حضرتك قلتي الفترة محددة، المشكلة ممكن يكون في الصرف هيجي منين؟ ما هو مثلا لو واحدة خارجة زي ما شفنا في فاتن أمل حربي، خارجة بعيلين في إيدها، بالظبط. دي هياكلوا ويشربوا ويتطببوا وكل الكلام ده لغاية ما يفصل قضائيا في يعني القضية بتاعتها، صحيح. مين اللي هيصرف هنا؟ هنا بقى يأتي صندوق دعم الأسرة اللي أوكي، تحدث عنه سيادة الرئيس، اللي هو الناس ما تيجي تتجوز تدفع بالظبط حاجة تتمول فيه. الصندوق. الحقيقة إن الصندوق ده موجود أساسا، لكن مشكلته كانت في موارده، إن هو كان محدود. بيتمول من، بالظبط، موارده محدودة، كان بيتمول من أسايم الجواز والطلاق وشهادات الميلاد. ده المصدر بتاع تمويل الصندوق ده. الحقيقة إنه برغم زيادة الرسوم على هذه الشهادات إلا إنها برضو مش قادرة تسد احتياجات الصندوق، لأنه في الحقيقة وخلينا نكشف بعض إن المشاكل في مجتمعنا كبيرة كبيرة. ومتراكمة، هي رصيد لسنوات وعقود مضت، فبالتالي صحيح. إحنا النهاردة بنيجي نتصدى ليها، فمحتاجين تطوير في الموارد. لذلك أنا الحقيقة عايزة أوجه من البرنامج عندكم رسالة لشعبنا الجميل. يعني دلوقتي اللي بيجي يقول انا والله هتجوز ادفع ليه فلوس لواحد عمل مشاكل من قبل، يطلق ولا ضرب ولا عمل زي ما يكون عمل زوجته او بنته او كذا، يعني لا، انا هنا بنبهه لحاجه مهمه جدا، ان الصندوق ده مش بس بيدعم يعني المشكله اللي ليها علاقه بالشقاق او بالانفصال، لا، بيدعم الارمله والايتام، ده مهم ومفيش حد جدا، ده فينا، تكافل مجتمعي. بالظبط، ومفيش حد فينا ضامن حياته. لا قدر الله حضرتك لو تعرضت لحاجه ماساويه ورملت زوجتك وابنائك كانوا ايتام لحين الفصل في مساله الميراث او مساله النفقه على من تجب في الوقت ده، هيلاقوا حد يحميهم، وبالتالي دي مساله زي ما قلت يا شيري تضامن مجتمعي وتكافل مجتمعي. في الحقيقه احنا محتاجين اراده مجتمعيه عشان نقدر نفعل كل هذه التفاصيل.